شتي يا دنيا شتي، شتي يا دنيا شتي. الجو بارد كتير يا أبو وجيه. بابا بابا بابا، شو في يا بابا؟ المطر كتير بينزل. بعرف يا بابا بعرف، مثل ما حكت دائرة الأرصاد الجوية، مطر كثير وبتوقع سقوط ثلج. يلا يلا لازم نجهز حالنا ونطلع من البيت بسرعة، بدنا نروح على بيت جدكم. أنا بدي أجهز الأولاد. لا تنسي يا ماما شنطة الطوارئ. أنا راح أجيب الأوراق المهمة. بيتك معرض للفيضان يا أبو وليد، والمية راح تدخل عليه. يلا خلينا نطلع بسرعة. يلا يا جماعة. لا لا ما راح أترك البيت، بدي أسكر كل مداخل البيت علشان ما تدخل المية. يا عرب يا ناس الحقونا. داهمت السيول منازل عدة في المنطقة، ونرجو من الجميع عدم مغادرة المنازل والبقاء في الأماكن المرتفعة، وسيستمر الوضع لمدة يومين. الحمد لله عنا أكل بكفينا 3 أيام، الجميع بخير. بابا خليني أطلع برا. لا يا وجيه، أنت شايف المي والسيول؟ بقدر أسبح؟ لا يا بابا، قوة المي العالية حتجرفك معها، حتى السيارات ما بتقدر إنها تمشي في السيول، لأنه ممكن إنه تفقد السيطرة على السيارة في أي وقت. ظل في البيت وكون بأمان أحسن لك يا بابا. توقف المطر وتم تصريف المناطق التي غمرتها المياه. هسا بدنا نروح البيت ونشوف شو صار فيه. الحمد لله ما في خسائر كثيرة، أهم شيء إنه كل الأوراق المهمة معنا. كل الأوراق تالفة وخسائرنا في البيت كبيرة. Thank you.